السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن كيفية بناء التوكن انترسبتر والإيرور انترسبتر. طبعا أنا نزلت بوست على الجروب حكيت إنه شو فائدة انترسبتر. هو عبارة عن إيش؟ بيحاول يحلل ال HTTP request تمام، ويمنع أو يعمل بلوك قبل عملية ال HTTP تمام. ليش؟ على أساس بناء على عدة كرايتيريا تمام. شو الكرايتيريا؟ مثلا إنه مثلا اليوزر كان عامل لوج اوت، فما ببعث الريكوست كامل، لا بعمل انه لوجيك معين بمنع هاي الريكوست. وعلى سبيل المثال اليوزر عامل لوج ان، بدي اياه يفوت على ايش؟ على جاردد، خلينا نحكي اند بوينت، يعني خلينا نحكي اند بوينت محمية تمام. لكن اليوزر على سبيل المثال مش عامل لوج ان، فانا نفس الشيء بعمل بلوك للريكوست تمام، وبرجعه بحكي له يو ار نوت اوثرايزد، او انه مثلا بليز لوج ان، او على سبيل المثال نفس اللوجيك تمام. فهي فائده الانترسبتر. وطبعا على كل ريكوست بتشتغل هي تمام. بالبيور جافا سكريبت انت لازم تعمل كود امبلمنتيشن لكل ريكوست تبعثه، لازم تعمل له ايش؟ ميدل وير او انترسبتر خاص فيه. فيعني هاي معاناة، لكن بالانجلر امور مختلفة جدا. خلينا نبلش بالتوكن انترسبتر. طبعا شو وظيفة التوكن انترسبتر؟ التوكن انترسبتر انه نعين بالهيدرز اللي خاصة بالريكوست تمام، نحط داخلها التوكن، او انه مثلا انا اوثرايزد، انا يوزر ايش عامل يعني اوثرايز اني افوت النقطة هاي، انا مصرح لي اني معاي كريدنشيالز او وثائق بتخليني افوت ايش المنطقة معينة او اند بوينت معين. ف بال توكن انترسبتر سيرفيس لازم اول شيء نعمل شيء اسمه امبلمنتس تمام، لشيء اسمه اتش تي تي بي انترسبتر تمام. جميل جدا. والاتش تي بي انترسبتر عباره عن انترفيس، فلازم اعمل امبلمنتس ليش؟ للميثودز الخاصه فيها. فاذا انك انت فاهم شو يعني اوبجكت اورينتد، بتعرف شو يعني اذا انه كان عامل مثلا عملت مثلا انه مثلا يكون في عندي انترفيس والها ميثودز لازم اعملهم امبلمنتيشن، لانه بيكونوا هم غير incomplete methods داخله. طبعا هاي ممكن بس اخلي داخلها الريكوست، وما اخليش مثلا داخلها اشي، ما بترجع اشي حاليا الى الان. طيب في عندنا هنا الانترسبت. طبعا انا هون لازم استخدم لازم بما اني بدي هون اخليها مثلا تكون ابعث بالهيدر التوكن، لازم اجيبه من الاوث سيرفيس. طبعا هون معلومه بسيطه بس نوت على الانترسبتر. خلينا نحكي هون انتر سب تورز، خلينا نحكي مثلا هون ار نوت ديبن دبل، خلينا نحكي مثلا انه يكون انتر سب ار نوت ديبن دبل كلاسز، سو وي نيد تو يوز، خلينا نحكي مثلا على سبيل المثال انجكتور الانجكتور هو طبعا هسه راح نحكي شو فائدته. we need to use injector to ايش hold the required the طب هنا بالنسبة لل dependencies طبعا هيك، طبعا هنا ال هون dependable بالضبط. يعني الانترسبترز انا ما بعتمد عليهم داخل السيستم بشكل تلقائي، فهم عباره عن ايش؟ بس بيشتغلوا بحالات معينه تمام. فاللي راح نستخدم شيء اسمه هنا انجكتور تمام. هنا الانجكتور نحط برايفت ايش نسميه انجكتور من طبع انجكتور التايب او الانجكتور هنا بالضبط. هنا بالنسبة للانجكتور بيعطينا ريفرنس لكلاس معين، ما بيعطيناش لكلاس كامل نسخة عنه، او بيعطينا ريفرنس له تمام. قبل ما نفوت قبل ما نستخدم التوكن انترسبتر بيعطينا كلاس لإشي معين احنا محتاجينه تمام. طبعا داخل انترسبتر هون على سبيل المثال اول إشي لازم نسميه، نحط مثلا نعين نسخة اسمها const auth service تمام. شو بتساوي؟ تساوي this.injector تمام دوت جيت تمام. بعطيه جيت لاي ميثود بدك اياها تمام. في عندنا مثلا انا بدي استخدم بدي اخذ نسخه من الاوث سيرفيس كلاس تمام. طيب هاي هي حاليا طبعا هون الاوث سيرفيس ما بستعمل زي هيك. طيب بعد ما عملت هيك اول شيء لازم اسويه
لازم اول اشي يعني بدي اعمل كلون للريكوست، بدي اخزن داخل الريكوست اشياء. اول اشي ممكن اجي اعمل توكن ريك، ممكن اسميه زي هيك على سبيل المثال، يساوي مثلا الريكوست نفسه اللي عندي ال HTTP request dot clone. الكلون هي عبارة عن إضافة، يعني بنضيف شغلات معينة. أول إشي يعني ك configurations خاصة فيها الكلون، تأخذ object. أول إشي نحط إيش set headers، في عندي إشي اسمه set headers بالضبط، وبدي أحط أول إشي authorization. يعني أنا الauthorization عبارة عن إيش bearer، أنا هيك أنا مخزنه. طبعا هاي الشغلات مش شرط اذا انت عندك اي بي اي تشتغلها نفسها. انا بشتغل بالاي بي اي على جي دبليو تي، فجي دبليو تي هيك الاستراتيجية تبعيته، اني يعني اخزن بيرر توكن تمام. وهنا شو بدي استخدم، بدي اخذ ال this dot ايش الاوث سيرفيس، او عفوا الاوث سيرفيس دوت جيت دوت جيت توكن. جميل جدا تمام. طيب بعد هيك بعد هاي عبارة عن انا يعني خلينا نحكي مثلا جهزت الاوثرايزيشن بالهيدرز تمام. بعد هيك في عندي ميثود اسمها نيكست تمام، اللي هي الهاندلر بتروح لي على ميدل وير الاخرى. فالميدل وير الاخرى شو بدي احكي لك، انت روحي على الميدل وير الاخرى وخذي معك ايش هاي البيانات. شو البيانات؟ انه يكون في عندي مثلا هاي انه يكون الهيدرز هيك معموله تمام. هاي هي اللي انا مطلوب مني، هاي هي التوكن انترسبتر. يعني هاي وظيفتها انه كل ما يروح اليوزر على راوت معين يكون معاه هيدرز جاهزه تمام، انه هو authorized. بالجافا سكريبت العاديه انت مضطر تعمل امبلمنتيشن لهاي الميثود بكل مره بتعمل ريكوست، فهاي مصيبه صراحه. فاحنا مره واحده بنعملها، وفي لاحقا بنعملها ريجستر داخل الاب دوت موديول. في شيء خاصيه اسمها مالتي انه كل ريكوست بنبعث راح يشتغل انترسبتر هاي تمام. هاي هي فكرتها. طيب بنروح بعدين لل ايرور انترسبتر تمام. الايرور انترسبتر سيرفيس طبعا هاي راح يحدد انواع الايرورز تمام. طبعا هاي كمان ذا سيم ثينج، نعطيها انه امبلمنتس لل HTTP Interceptor تمام. وهاي بما انها زي هيك طبعا هي راح تاخذ كمان intercept نفس الشيء، لكن اللوجيك بيختلف شوي. طبعا هون نعمل HTTP request والهاندلر، وذا سيم ثينج ال observer راح نخليه كمان، راح ترجع لنا بستيتس هي. طيب اول اشي راح اسويه بدي اعمل هاندل. طبعا بدي اشوف ال return next dot handle الريكوست، بدي اشوف الريكوست، بدي هون بدي افوت ديبلي داخل الريكوست تمام. بدي افوت ديبلي داخل الريكوست. طبعا هون في عندي ميثود اسمها بايب. البايب شو وظيفتها؟ انها تفوت ديبلي داخل الريكوست يعني نتعرف على البروبرتيز اللي داخل ال HTTP request تمام. طيب هنا انا حكيت مره عن RxJS operator اسمه catch error تمام. هيو الكاتش اسمه error من RxJS operators اوكي. طبعا catch error وباخذ error تمام بالنوع HTTP ايش error response. جميل جدا. طبعا هسه انا راح افوت داخل ال HTTP error response. احنا اهم شيء نفهم بس اللوجيك، مش مضطر اني اتعامل مع هاي الشغلات كلياتها. هاي الشغلات ثابته ستاندرد يا جماعه، يعني على سبيل المثال بما انها ستاندرد تمام، بما انها ستاندرد ما فيش داعي اني اغيرها، راح اخليها ثابته. يعني سويت اي مشروع راح تحط نفس الكود تمام. فهون احنا راح نفوت فيها. هسه ممكن احكي اذا انه كيف بدي اعرف اليوزر اوثرايزد او نوت اوثرايزد. طبعا الان اوثرايزد له ايش ايرور ستيتس خاصه فيه، شو هم 401 و403 اوكي. طبعا 401 403 اندكس اوف ايش ايرور دوت ايش ستيتس تمام. اذا انه فعليا يعني هم نفسهم لا تساوي سالب واحد، طبعا هي لا تساوي سالب واحد يعني انه فعليا هم نفسهم. شو بدي اجي احكي، راح احوله اول شيء لليوزر لوج اوت. فانا بدي احط هون برايفت اوث سيرفيس auth service تمام. وممكن احكيها هون مثلا auth service انه this dot auth service dot ايش user logout
فقط. واليوزر لوج اوت اصلا هي راح تحولني الى ايش؟ لل راح تحولني لللوجين. تمام. طبعا بالاوث سيرفيس هون انا شكلي انا متاكد اني حاط الهوم، لا هذه هي توديني على اللوجين فقط. تمام. طيب في عندنا ايضا ممكن غير الالس هاي، ممكن اجي احكي مثلا الس اف، الس اف غير هيك، او اذا انه كان مثلا ايرور دوت ستاتس، الايرور دوت ستاتس ايكوال ايكوال على سبيل المثال او ايكوال. تمام. 404 يعني ايش؟ وانا نحكي انه البيج او الريسورس نوت فاوند، شو ما نجي نحكي له مثلا هنا، ممكن بدي احكي له هنا لازم اول اشي اعرف راوتر برايفت الراوتر. تمام. عبارة عن الراوتر بدي اخليه يعمل لي نافيجيت لراوت معينة، ممكن احكي له مثلا this dot router، عفوا الراوتر دوت نافيجيت، النافيجيت بدي اياه يحول لي لوين؟ عند النت ايش؟ نت فاوند ريسورس، النت فاوند ريسورس. تمام. هون النت فاوند ريسورس راح ابعث له كمان ايش؟ الايرور دوت ستاتس. تمام. وممكن اضيف ايش يعني اشياء اكسترا ككويري بارامز، ممكن ابعث له كويري بارامز. الكويري بارامز هم اذا تعرفوهم عباره عن زي هيك بيجو، هيك بيجي ترميزهم، هيك بيجي ترميزهم، يعني مثلا نيم ايكوال مثلا محمد على سبيل المثال، هيك الكويري بارامز كويستشن مارك وفاريبلز انا بكونوا باليو ار ال. تمام. فهي بتاخذ اوبجكت ممكن اسميه مثلا ايرور، ممكن اسميه status، واحط هون مثلا error dot status، بس فقط بيانات اضافية لا اكثر ولا اقل. تمام. طيب هنا الايرور حكينا انه مثلا غير هيك، طبعا هون الكاتش ايرور حكينا انه الايرور باخذ status. اوكي. طيب ال HTTP error response انا ضايفه، جميل جدا. وبعد هيك في عنا شغلة مثلا زي غير الالس، وفي عنا كمان الالس اف او الالس نفسها. شو بدي احكي مثلا هنا؟ ممكن اخليه احوله لل خليه يروح لي مثلا على ال على ال خلينا نحكي في عنا مثلا نت فاوند ريسورس او ايش الابلكيشن ايرور ابلي. طبعا هذول كلياتهم كومبوننتس انا عرفتهم تمام داخل الهاي. طبعا هاي الابلكيشن ايرور، ايرور دوت ستاتس، جميل جدا. في عندنا هون ايرور دوت ستاتس. طيب وغير هيك مثلا الالس، بعدين في عندنا مثلا على سبيل المثال ان نفوت بشيء بعد ما خلصت الكاتش ايرور،